ونروح بقى لاخبار الاتحاد السكندري وطلب السربي زوران مونولوفيتش المدير الفني الجديد للاتحاد السكندري تدعيم مركز المهاجم في صفوف الفريق السكندري بلاعب سوبر صاحب امكانيات عاليه اكيد لمعالجه النقص في صفوف الفريق، خصوصا ان القائمه لا يتواجد فيها سوى الانجولي مابولولو في الخط الامامي. لكن خليني اقول لكم لجنه الكره بنادي الاتحاد بتقوم حاليا بدراسه اكتر من صفقه قبل اتخاذ القرار الاخير بالتعاقد معاها، وتم عرض عمر السعيد مهاجم الزمالك المنتهي عقده على المدرب السربي وبتنتظر اللجنه الرد بعد اكيد ما عرض فيديوهات اللاعب على المدرب وطلع عليها كده بشكل كامل. كمان دخل حازم امام في دائره ترشيحات الاتحاد السكندري لتدعيم صفوف دعيم الثغر في الانتقالات الصيفيه الجاريه بعد اعلان انتهاء مشواره مع نادي الزمالك.